إذن وما بعد هذه الجولة الصباحية في المنطقة الشرقية، أيضا لازلنا في هذا الإطار، حيث تشتهر المنطقة الشرقية بالعديد من الأماكن السياحية المميزة، وتعد منطقة شيص من المناطق الجبلية السياحية المميزة، حيث تضم العديد من المرافق السياحية التي يستمتع بها الزوار. بنتعرف على مزار شيص السياحي والتفاصيل من المنطقة الجميلة في التقرير التالي. تتمتع منطقة شيص بخصوصية تنفرد بها على مستوى المناطق الشرقية التابعة لإمارة الشارقة. تتوفر فيها المياه المعدنية المنسابة من بطون الأودية على مدار السنة من دون انقطاع، وجبالها الصخرية العالية التي تجذب السياح وعشاق المغامرات الصحراوية، بالإضافة إلى بساتينها الخضراء المتنوعة التي تمتزج مع منظر الشلالات أثناء سقوط المطر، مما تتيح لزوار المنطقة بالاندماج في الأجواء البدائية القديمة وجمالية منظر المنطقة. المزار السياحي الموجود في منطقة شيص يضم الشعبية القديمة الواقعة أعالي جبال المنطقة، فهي تعبر عن حياة الأهالي قديماً وما تكبدوه من مشاق في سبيل الوصول لمساكنهم ذات الطبيعة البدائية التي يمتد تاريخها لعشرات السنين، ولا تزال حتى اليوم تحتفظ برونقها وهويتها الأصلية. تقع الشعبية بين الجبال وأشجار النخيل ومزارع الفواكه والخضروات، تتسم بجدرانها الطينية وطرقاتها الضيقة التي تضيف الدفء للمكان بالترابط والتلاحم في البنية المعمارية للبيوت قديماً دون حواجز أو أسوار. تحفل المشاريع الرائدة في منطقة شيص التي تزدهر بسياحها بمستقبل أكثر إشراقاً، والذي يعد شرياناً تنموياً وانعكاساً إيجابياً على تيسير حياة الناس وقيام النهضة في قطاعات الاقتصاد والسياحة. إذن مشاهدينا، من بعد هذه الجولة في منطقة شيص السياحية، أيضاً للإيجابية مساحة كبيرة من حياتنا، كل منا مشاهدينا يبحث عن السعادة والإيجابية، وهناك العديد من الطرق التي تمكننا من أخذ هذه الطاقة والتعايش مع المحيطين بنا، وأيضا لذا من الضروري اختيار الطرق المثلى لتوفير حياة مليئة بالإيجابية. فخلونا نتابع معاكم تأثير هذه الطاقة الإيجابية علينا في التقرير التالي، وعقب لنا عودة. يتأثر الإنسان في حياته بالعديد من الضغوط تصيبه بالتوتر والقلق، والتي ينتج عنها طاقة سلبية تؤثر عليه بشكل كبير يوماً بعد يوم. هناك طرق بسيطة يمكن للإنسان من خلالها أن يعيد شحن طاقته الإيجابية للاستمتاع بحياته، من خلال الجلوس في وضع معتدل في مكان هادئ بعيداً عن أي ضوضاء، وأن يتذكر بعض المواقف الجميلة واللحظات السعيدة التي مر بها. تظهر الأبحاث أن التأمل والاستمتاع بالطبيعة والتعرض لنسمات الهواء الطلق يعزز الصحة الجسدية بشكل عام، فقد ثبت أن قضاء الوقت في البيئة الطبيعية يقلل مستويات الإجهاد، يحسن الذاكرة، كما يمنح إحساساً بالتجديد، والتعامل مع أشخاص إيجابيين هو أمر معد إذ يؤثر على طريقة التفكير. أيضاً الضحك يؤثر في تعزيز المناعة، يعدل المزاج ويقلل من آثار الضغوطات التي يواجهها الفرد في الحياة.
إذن مشاهدينا، من بعد ما شفنا معاكم تأثير الطاقة الإيجابية على حياتنا وعلى المحيطين بنا، إذن مشاهدينا تعتبر أيضا الأعمال التطوعية من الأمور الجميلة التي يعمل بها الشباب. هم يسخرون إبداعاتهم وطاقاتهم في مثل هذه الأعمال، يقدموا يد العون للجميع، وتركز أغلب الفرق التطوعية على عمل الخير عبر أعمالها، وتعتبر أمسيات هي منصة من المبادرات التطوعية التي ظهرت على أيدي الشباب لإظهار المواهب الفنية المختلفة. الحديث أكثر عن مبادرة أمسيات هي منصة أو أمسيات منصة، أرحب بالأخت ابتهال علام مؤسس مشارك في مبادرة أمسيات منصة، والأخ بهاء علام مؤسس أمسيات منصة. حياكم الله وصبحكم الله بالخير. يا حياك الله، صبحكم الله بالخير. حياكم الله. إذن ما هي هذه المنصة الجميلة أمسيات منصة؟ إذن تجلب الشباب، تجمعهم لتقديم يد العون، مبادرات تطوعية هي تتواجد أينما احتاج المجتمع إلى المساعدة. خبرنا عنها بشكل أكبر. منصة هي مساحة مفتوحة للشباب اللي عندهم طاقات ومواهب. الشباب بشكل عام أيا كان أعمارهم، حتى الأعمار الأكبر. جميل. هي عموما مساحة مفتوحة للمواهب. اللي يحب يشارك. حلو. بموهبة قد تصلح للمنصة، كيعني على سبيل المثال الشعر، الغناء، الموسيقى، الكوميديا، رواية القصة. جميل. السكتشات المسرحية القصيرة. حلو. فهذه المواهب كلها متاحة في منصة. ممتاز. ما عندنا أي حدود للموهبة. حلو. اللي يحب يشارك أهلا وسهلا فيه. لو كنت بشارك يعني عادي تقبلون؟ تفضل. أنا عندي كوميديا، ما أدري هل هي كوميديا ولا سخافة. خلاص الأمسية الجاية بننتظرك إن شاء الله في منصة. إن شاء الله بإذن الله. الجمهور هو اللي قرر وقتها. ممتاز. كوميديا الجمهور اللي قرر. طبعا ما فيها واسطات الموضوع؟ لا أبد. الجمهور تصفيقته، يعني تصفيقته من خاطر هو. يا سلام. يا سلام. طيب يعني بتكلم عن اختيار منصة متنقلة، يعني سبب اختيار هذه الفكرة كمنصة متنقلة ما بين مختلف الأماكن والمناطق، شو السبب وراء هذه الفكرة؟ طيب جميل جدا السؤال. هي منصة أول شيء مثل ما قال بها هي مساحة، فالفكرة كلها أن احنا حاليا بدينا في دبي. حلو. وبدينا في طبعا مكان مش موجودة هالنوعية من المبادرات أول ما بدينا. حلو. ففكرة أنه تقبل المكان أنه يستضيفنا ويستضيف جمهور ويستضيف. جميل. مبادرة بهالطريقة كان شوي صعب، فصرنا طبعا ندور على هالأماكن. فصار بعدين من مكان لمكان صرنا عاد نتنقل. متنقلين. بالضبط نتنقل. جميل. حتى وصلنا لمرحلة أنه لا، يعني بهاء كانت صراحة فكرته أنه ما نبي حتى نقتصر على مكان معين، ما نبي نقتصر حتى على مدينة معينة. جميل. نبي نوزعها لباقي المدن. ممتاز. وحاليا هذا اللي شغالين عليه 2020 إن شاء الله نتنقل لمدن أخرى بإذن يا الله. سلام. ونتواصل مع أماكن قد تكون حتى جهات حكومية أو أماكن مثل ما سويناها في البداية في دبي، أنه أماكن خاصة أو قد تكون مقاهي أو مساحات موجودة للشباب. ممتاز. أصلاً أحب أضيف لو ممكن على اللي هي قالتها، بس أنه التنقل بالنسبة لنا بعد في ميزة يفيد منصة أو من أهداف منصة، اللي هي هو أن احنا نحاول نتيح مناخ عائلي أكثر في أجواء منصة. فبالتالي أن منصتنا دائما تكون يوم جمعة، ويوم الجمعة جو عائلي للطلعات، والناس تبى تطلع وتشوف أماكن جديدة. فليش أقصرهم على مكان واحد في كل جمعة مثلا أسوي فيه المنصة، هو نفس المكان، فيحسوا بالملل. فلا، التغيير بالنسبة لنا هو جزء من إتاحة الفرصة للمواهب أنها تبدع أكثر. سلام. يعني جميل. طيب أنا بشارككم يعني معاناة عانتوها من كم يوم تقريبا، يعني الأمطار. بما أنتم متنقلين فالأمطار تنقلت في كل أرجاء الدولة ما شاء الله، يعني أكيد عانيتوا في هذا الموضوع. جدا. خبرنا جداً. كيف جدا. احنا الأمسية اللي فاتت بالذات كان عليها أقبال كبير جدا. صحيح. وكمية الناس اللي كانوا مسجلين للحضور، واللي لين وقت المنصة كانوا يسألونا هل أنت منصتكم قائمة مع المطر الأجواء. مع الأجواء. فقلنا لهم نعم، لأن المكان داخلي وإحنا أصلا وصلنا المكان قبل المطر. حلو. ففي ناس للأسف تعذرت عليها أنها توصل للمكان. صحيح. وفي ناس في نص الدرب ردوا. يا ساتر. حصل في كان في عائق. عد اليوم
اليوم كان جميل جدا بالنسبه للي كان موجودين. جميل. من اجمل امسياتنا. والفكره بعد كلها انه ها كان مكان جديد علينا اصلا. حلو. كان اول مره نقيمه في هالمكان. وكان في حديقه، فهذه الفكره ان احنا لما اعلنا قلنا حديقه المكان اللي سوينا فيه الامسيه، فالناس عبالها انه مكان برا وطبعا امطار وغيره. صحيح. فبس الحمد لله يعني عدت على خير، كان من اجمل الامسيات صراحه. ما شاء الله. حديقه ومطر تطلع وبحر. كان بحيره. بحيره. يا سلام. يطلع مكنون الموهبه. حقيقه فعلا طلعت يعني كان ناس جايين حضور. ومع الوقت يعني مع الاجواء مع الواحد موهبه ورا الثانيه صاروا لا يشاركون ويحاولون. ممتاز. لا نبي نشارك، نبي نقول. طيب. سواء اشعار او انتهال. بما تكلمتي عن المواهب، ابي اتكلم عن المواهب اللي شفتيها، كيف شفتي المواهب عندنا في مجتمعنا وفي محيطنا من جميع اللي شاركوا معاكم؟ لا سؤال صراحه بتكون شهادتي مجروحه جدا، لانه نحن من بدينا، احنا بدينا من 3 سنين. ممتاز. صراحه كل مره صارت طاقتنا تزيد بس عشان نبي نشوف مواهب زياده، كل حلو. مره نكتشف مواهب جديده. حلو. حوالينا، المشكله يعني تعرف لو حوالينا ممكن يكون جارك، ممكن صديقك يتابعك من فتره وتتكلم معاه وتكتشف كل مره في منصه لا طلعت موهبه، هالمره غناء، هالمره لا قصيده، هالمره يكتب شعر، يكتب قصص او يمثل او غيره. حلو. فالمواهب يعني تتزايد وصرنا نكتشفها يعني المستوى. انا بتكلم عن المستوى اللي لا المستوى شارك. عالي لا صراحه. وارجع واقول في طبعا في نحن في منصه ما نستخدم كلمه شويه تنافس كثر ما فكره انه كل واحد ياس يقدم من قلبه ويالس يطور. جميل. يعني عندنا يعني صراحه عندنا مواهب كانت موجوده معنا من 3 سنين ويحضرون معنا كل امسيه. حلو. جد التطور اللي صرنا نشهده سواء على الاداء او الالقاء او الثقه في النفس او حتى الكتابه والاشياء اللي يعرضونها تطور رهيب. تطور رهيب. طيب. جد انا ممتنه وفخوره بكل المواهب. جميل. الموجوده. طيب. بما انكم في منصه وفي امسيات قاعد تكتشفون مواهب الناس، انا اليوم في صباح الشرقيه بكتشف مواهبكم انتم. يعني اكيد انتم مؤسسين وما يكون عندكم موهبه فاعتقد راح يكون في عدم توازن. اكيد عندكم مواهب وهذا السبب اللي خلاكم تاسسون هذه المنصه. بهاء بالنسبه لك شو موهبتك؟ خبرنا. اكيد انا شو موهبتي؟ انا صعب اني اشرح شعر موهبتي لاني والله جبتها صح. يا يعني سلام. هو ما يقول عن نفسه شاعر للاسف. ما يقول. شوف انا ما احدد موهبتي في شيء، لان يمكن هي تعرفني لانها اختي. فانا متعدد في كلمه انجليزيه يعني مصطلح جديد في الانجليزي اسمه بوتنشلايت. جميل. هذا الشخص اللي هو عنده اهتمام بمواهب متعدده. صحيح. او امور متعدده. فانا اشوف نفسي في هالشخص لاني ممتاز. عندي اهتمامات. انا احب المغامرات جدا وعندي عندي عندي جروب انا مؤسس لنا بس لتنظيم رحلات مغامرات. تاخذني وياكم عاد. تفضل ويانا. خلاص. أيوة. بس تبيعك انا من اليوم. واكتب شعر او اكتب بشكل عام يعني الكتابات. أيوة. بشكل عام. رياضي. جميل. يعني مبين عليك رياضي. انا رياضي بس ما يبين عليك. بس صحيح. من ناحيه المواهب اللي اقدمها في منصه بنفسي هي الشعر. جميل. اقدم بس الشعر كابرز هوايه عندك في منصه. في الشعر. في منصه الشعر بالنسبه لي. طيب بالنسبه لك ابتهال. سؤال صعب. بدينا منصه كنت انا اكتب صراحه الشعر كذلك. جميل. كنت اكتب الشعر، لست بشاعره ابدا. متذوقه للشعر. متذوقه جدا للشعر. يمكن يعني اخذتها من العائله. واكتب يعني انا اكتب بشكل عام. حلو. اكتب الخواطر واكتب يعني كنت في الصحافه زمان فيعني كتابتي الابداعيه الحمد لله موجوده. غير ان انا موهبتي في العلاقات والتواصل مع الناس. يا بصراحه هذه افضل موهبه على ما اعتقد. هذه اللي مستمره حتى الان. جميل. الكتابه تروح وترجع والشعر يروح ويرجع بس مستمره. طيب. انت اسستوا في هي اللي تقدم الامسيات منصه. يا سلام. يا سلام. يعني هي الوجه الاعلامي. هي الوجه الاعلامي للمنصه. هي مذيعه بالفطره. يعني انتم ايضا في محيطكم موهوب يعني في الاسره. نتكلم عندكم اخوكم فنان ايضا. صح. ايوه. وعندكم والدكم صحفي. ايوه. فانتكم في محيطكم اصلا في هذه المكنونيه العظيمه من الموهبه. اعتقد والله شيء جميل على فكره. ساعدكم هذا الموضوع اكيد. جدا. جداً. اكيد اكيد اكيد. الدعم العائلي دائما هو اهم دافع لاي شخص. اذا حلو. يعني اذا ما عندك اشخاص يحبونك ويدفعونك دائما ويكونون ظهرك في ما تقدمها او ما تحاول انك توصل له. جميل. صعب جدا انك يكون عندك الثقه بالنفس. طبعاً. اللي تنبع من داخلك يعني. طبعاً. بدون اي سبب. فلازم يكون في شيء
في اساس، الاساس تاسس من العائله نفسها. جميل. صحيح، وبالذات طيب. انه سوري ان انا بس اقاطعك بهذا الموضوع، بالذات انه فكره انه عندك محيطك ابداعي يشجعونك على الاختلاف، ما صار عندنا فكره انه لا انا ما مثلا بترك شغلي عشان اسوي شيء معين او بسوي مبادره قد تكون تطوعيه فعلا ما فيها اي نوع من انواع المدخول، لا ما صار في الدفع المضاد هذا، لا جميل. بالعكس يشجعونا وصاروا يحتوونا اكثر. ممتاز. الحمد لله. طيب مثل ما تشوف الان على الشاشه هو شعار منصه، وهي بعض اللحظات التي وثقت لبعض الامسيات اللي قدمتوها. صحيح. هذه اخر امسيه كانت. يا سلام. هذا الشعار اطلقناه في نفس الامسيه. يعني شعار شو كان؟ اللي هو الشعار شعار منصه. ممتاز. كان اول اطلاق للشعار في الامسيه اللي فاتت. ممتاز. هذه طبعا جانب من الحضور، الشعار مهدي. يا سلام. طبعا هذه اللحظات على ما اعتقد لما ترجعون تشوفونها ما بعد انتهاء العمل، التعب على ما اعتقد يمكن يخف عنكم جدا، بالذات هذه الامسيه لانه كانت افتتاحيه 2020. حلو. افتتاحيه اشياء بصراحه وافكار جديده ياسين اشتغل عليها المنصه، فكانت اخذت مننا شغل وجهد ووقت بصراحه مش طبيعي. انا تمي 3 ايام ما انام بصراحه. يا سلام. يعني انا اعتقد حقيقه هل المناظر اللي اشوفها في التجمعات هي تجمعات ثقافيه اكثر ما هي عرض مواهب؟ يعني الواحد يتعرف على ثقافة، يتعرف على كيفية تواصل، على أفكار. صحيح. على معتقدات، لربما تضيف للشيء الكثير. صحيح جدا صراحة. وإبداع. صح. فهذه أصلا الفكرة الأساسية اللي احنا نتبناها في منصة، ان احنا نشجع التعاون ما بين المواهب المختلفة. حلو. يعني مش ان انا مجرد بطلع على المنصة بقدم موهبة وبرجع اقعد مكاني وانتهى امري او انتهى الموضوع، لا. صحيح. احنا نشجع التواصل، عشان كده حتى اختيارنا للاماكن دائما نحاول ان احنا نختار اماكن تحفز على التواصل ما بين الجمهور والمواهب المشاركة. حلو. يتكلمون مع بعض، يستفيدون من بعض. ممتاز. يتعلمون من بعض. انا شخصيا من البدايه تعلمت من الناس اللي معانا، طورت من موهبتي، طورت من نفسي بسبب الاشخاص اللي يحضرون في منصه، حتى ممتاز. حتى في يعني صغار السن، يعني اللي هم من بعدهم في المدرسه لما يحضرون في منصه احنا نفرح، بس مجرد ان احنا نحصل واحد يعني بدا، كان مثلا تعرف الميكروفون لهيبه طبعا، يعني طبعًا. حتى مهما تعودت على الميكروفون طبعًا. فهيبته موجوده. فلما نحس ان في واحد اول مره كان ورا الميكروفون مش مرتبك جدا، وبعدين صار تحسه محترف. يا سلام. اصبح محترف، هذا شيء يسعدنا طبعًا. يعني نحس ان احنا الهدف اللي احنا بدأنا عشانه منصه تحقق في هالشخص. يا سلام. على ما اعتقد قابلتوا ستاند اب كوميدي، يعني اللي يقدمون الكوميديا بطريقه جميله، هالناس نحترمهم. يعني على فكره انك تضحك الناس هذا شيء مش بسيط، شيء عظيم جدا. يعني انك انت مع الواحد، مع الضغوطات اللي يواجهها، مع الصعوبات في حياته، مع ديونه مثلا، مع امور كثيره جدا، انك انت تيجي تضحكه هذا امر جدا عظيم. بس يعني بهاء تطرقت في حديثك قبل شوي بشكل اخير، نتكلم عن هذا الامر، عن الاساسيات في امسيات ومنصه، نتكلم عن الدعم الان. في سكتة على ما أعتقد قبل الإجابة. شو كيف تحصلون الدعم؟ كيف تمولون هذه الأمسيات وهذه المواهب وتساعدونهم بتقديمهم في الساحة؟ حالياً وللآن يعني المنصة بشكل عام نصرف عليها من جيبنا. ممتاز. من يعني مجهودكم الشخصي؟ من مجهودنا الشخصي. الحمد لله أنه ما في تكاليف كبيرة نتكلفها، لأن دائما الأماكن اللي نتعاون معاها يكونون مؤمنين بفكرتنا. يعني احنا لما نطرح ممتاز. عليهم الفكرة يكونوا مؤمنين بالفكرة، فبالتالي يسمحوا لنا باستخدام المكان بدون أي تكاليف. جميل. طيب يعني أنا أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تكون في جهات قادمة دائما لكم. أشكر حضوركم على هذه الأوقات الممتعة اللي قضيناها معاكم، ان شاء الله نشارككم في امسيات مختلفه لاحقا باذن الله. شرفنا. شرفنا. ان شاء الله. شكرا لك. طيب اذا مشاهدينا الكرام، يعني في هذه اللحظات نصل معكم الى ختام مشوارنا في صباح الشرقيه، لنا نلقاكم ان شاء الله غدا بنفس التوقيت. فالى ذاك الحين تقبلوا تحياتي، اخوكم عمر احمد، وتحيات جميع طاقم العمل، ودمتم بامان الله.